اخبار اليوم. سفير احمد خطاب سفير بالمعاش، تم عضو وفد الدبلوماسيه الشعبيه. تمام، سياده السفير، اهم النتائج اللي خرج بها وفد الدبلوماسيه الشعبيه في اخر زياره. شوف، المهمه كانت في حب الله والوطن. التقينا باكبر معهد ايطالي للشرق الاوسط، توصلنا لاتفاق معاه لتشكيل مجلس حكماء يضم 10 عن كل جانب. ان شاء الله هذا المجلس هيجتمع بصفه شبه دوريه كل 3 شهور لبحث المشاكل التي تعترض العلاقات بين البلدين ودفع وسبل حل المشاكل دي بطريقه عمليه وغير روتينيه وغير خاضعه لتوجيهات حكوميه. الوفد التقى لاول مره في التاريخ كوفد شعبي باهم وكبار مسؤولي وزاره الخارجيه الايطاليه. تم فيها تبادل الراي بموضوعيه حول الازمات العالقه اللي بين مصر وايطاليا، اتفق على تجاوزها. الجانب الايطالي عبر عن رغبته الاكيده في عوده العلاقات الى مكانها ووضعها الطبيعي. بشرنا بتعيين سفير جديد لايطاليا في جمهوريه مصر العربيه من سفراء الدرجه الاولى في الخارجيه الايطاليه. التقينا بباب الفاتيكان والحمد لله نجحنا ان نساله ان يدعو لمصر قياده وشعبا، وقد دعا بالفعل للامن والاستقرار والامان في مصر لمصر والمصريين. ذهبنا الى باريس لابراز تضامننا مع الشركه الوطنيه مصر للطيران، وعدنا على نفس الرحله في اليوم التالي لحادث الطائره. هذا هو اهم الانجازات بخلاف لقاءاتنا العديده مع ممثلي شركات السياحه وكبار رجال الفكر الايطاليين، ولقاء هام جدا مع الجاليه المصريه في ايطاليا للتعرف على مشاكلهم وبحثهم وحلها عند عودتنا الى مصر ان شاء الله.